لا يزال مسلسل استهدافات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة لا زال مستمرا. هنا مسجد أبو الخير في جباليا البلد تم استهدافه، وهناك عدد من الشهداء تحت هذه الأنقاض. الآن الجرافات تقوم بانتشال عدد منهم. معنا أحد الشاهدين على هذه الجريمة المروعة. يعطيك ألف عافية باشا. الله يعافيك يا عمي. احكي لنا إيش بالضبط اللي صار. هذه ليس جريمة، هذه ليس جريمة، هذا ما ترونه إبادة، إبادة للحجر قبل البشر. لم يكن في هذه المنطقة أي مقاوم، هذه منطقة يسكنها مدنيين، أطفال خدج. جل من استشهدوا في هذه المنطقة هم من الأطفال الصغار ومن الناس الأبرياء، لم يكن بينهم مقاوم. هذا الاحتلال هو يجعل غزة، يجعل من غزة حجر ركام. يريد تهجيرنا لا نهجر، يريد ترحيلنا لا نرحل. نحن هنا باقون، ما بقي الزعتر والزيتون كما قالوها قادتكم. نحن هنا ليس لعند أبرياء، هذا مسجد دار عبادة. كم شهيد حوالي؟ هذا مسجد يعني جل لا يعد. عدد كبير من الشهداء، الأطفال والصغار، جلهم من المدنيين، الخدج، أطفال صغار. لا لا لا، مسجد قصفوه أكثر من 3 مرات، المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة. لماذا لا يقصفون مكان إلا ويكون فيه أبرياء، مواطنون أبرياء، خدج، أطفال، ليس مقاومين؟ إذا كنت تريد أن تقتل المقاومين فهناك على الحدود عندك، المقاومين موجودين في إسرائيل، ليس عندنا بعد بين المدنيين. نقول لهم مجددا ومجددا ومجددا، ضع في يدي القيد ألهم أضلعي، بالسيف ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعتك أو محو إيماني وعزم يقيني.